بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية، وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. بداية التذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة، اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة، يا ريت يتم إرساله حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر، اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، البث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية، وعند تعليق مناشدة مشكلة يا ريت تتركها ضمن التعليقات نقراها وقت بث الحلقة، أو يتم إرسالها لمراسلينا حتى يتم متابعتها. المشوار راح يبدي من أخبار أهل المدينة، والموضوع اللي أمس إحنا أخذناه بكثير من التفاصيل، موضوع تلوث مياه البصرة. حقيقة هي مو مياه الإسالة، وإنما المياه اللي الناس جاي تشتريها، اللي هي تسمى بـ RO، اللي يتم تصفيتها سواء بالمضخات الأهلية أو الحكومية، ويتم شرائها من قبل الناس لأنه المياه مالحة، بدأت الناس تترس الدرامات مالتها الموجودة في البيت من هذا الماء، حتى تستخدمه للغسل، تستخدمه لغسل طبعا الخضروات والفواكه وغيرها من مواضيع الطبخ، وحتى تستخدمه بالسباحة، وتستخدمه يعني بأمور أخرى ما عدا يعني حتى الشرب. لكن الناس اضطرت آخر فترة أنه تشتري قناني المعبأة اللي متمكن طبعا، لأنه مياه الإسالة لا يمكن استخدامها حتى لسقي النباتات أو لإعطاها للحيوانات، لأنه هي مياه مجاري ومياه كلها طين، ما عرف منين جاي يسحبونه. احنا جاي نشوف هاي أمس المياه في إحدى المناطق بإحدى المنازل، الناس بدت يعني مستحيل مياه الإسالة الجاي تجي مستحيل استخدامها، لذلك احنا يعني الناس معتمده على RO هسه حاليا هو ملوث، شنو لحد الان ما حد يعرف، ناس يقولون حاطين به ماده، ناس يقولون جرثومه، ناس يقولون بكتيريا، واحنا محتارين لحد الان لانه الصحه ما جاي تنطي الحقيقه بالشكل كامل. لذلك امس او قبل ايام استقبلت المستشفيات العراقيه اكثر من 500 حاله، لحد امس هناك حالات كثيره ايضا بالمئات وصلت إلى مستشفيات البصرة، بحيث أنه دائرة الصحة هناك استنفار كامل، هناك أعداد كبيرة وهائلة تجي العائلة بأكملها إلى المستشفيات من أجل طبعاً كلهم يشتكون مغص معوي، تقيؤ، إسهال، ارتفاع درجات الحرارة، فعلامات تسمم، لذلك هم قالوا متسممين. ووصلوا الغالبية أو بشكل عام قالوا بسبب المياه. ليش؟ لأنه على مناطق مختلفة من البصرة، شنو اللي يجمعهم كلهم؟ هو موضوع المياه، مو موضوع الأكل. لذلك هناك يعني حقيقة علامات استفهام منذ البارحة احنا طرحناها، أنه ليش مجلس المحافظة والمحافظ هناك صمت غريب حول الموضوع؟ المفروض إعلان البصرة مدينة منكوبة خدمياً، إعلان حالة الطوارئ، وأرسال وفد إلى بغداد، أو يجي وفد من بغداد لزيارة البصرة والاطلاع على وضعها. هناك مئات من الحالات المتسممة احنا ما نعرف، قد يكون هناك بفعل فاعل، قد يكون هناك أيادي خفية خلف الموضوع، قد يكون هناك فعلا هناك جرثومة أو شيء معين في المياه. اللي سوت دائرة الصحة انها اخذت عينات لفحصها. لحد الآن ارجع واقول هناك صمت غريب. احنا امس كان ويانا عمار سعد مراسلنا هناك، وقال انه لا يمكن السيطرة على من يبيع الماء، لأن هناك نعرف شركات أهلية وحكومية، وهناك بالدرابين في المحلات في المناطق هناك من يبيع هذا الماء اللي هو ماء RO. اليوم احنا يعني الموضوع مو هين انه احنا نقول مئات من الناس تدخل الى المستشفيات، وهناك ارجع واقول هذا الصمت الغريب. يعني تصير هي في بلدان يصير حالة تسمم جماعي، بس تطلع الحكومة تحكي
تطلع تعلن حالة الطوارئ، تقول إذا الماء بس مو تطلع دائرة الصحة تقول والله الماء اللي تشترونه اغلوه وحطوا له كلور وتعالوا خذوا الحبوب المعقمة، هذا مو حل. الناس احيانا يعني ما توصل لهاي الحكايه، يعني حتى هاي الحكايه حكوها بطريقه خجوله عبر الفيسبوك. الاعلام اللي يتصل طبعا بالجهه المعنيه مفروض تصير حاله طوارئ، مكبرات الصوت، اعلانات بالشوارع، مجلس المحافظه يطلع ويقول على القنوات الاعلاميه ويصرح وينطي انه احنا فعلا دخلنا حاله انذار، لان الناس من تدخل باكر عقب اللي اكتفوا به انه ترى احنا ما عندنا حالات وفيات، عندنا فقط ناس مصابه. يعني ليش هو اللي يجي بهاي الحاله؟ هو تعبان نفسيا وعلى شنو هو يتمرض واحنا عايشين في اغنى منطقه يمكن بالعالم؟ والبصره، هاي البصره اللي هي ام الخيرات، اذا احنا اجت مضخات تصفيه واجت من دوله مجاوره، اجت لنا من الكويت هديه، استخدموها لو هم ما تفي بالغراض. يعني احنا تجينا الشغله ما ادري وين تنضم، اي وين تروح. زين سووا حل، قولوا للناس لا تشترون، اغلقوا، قولوا الواحد اللي ما مستوفي الشروط اللازم، منين اشتريتوا انتم الماي؟ من فلان مكان اروح اشوف افحص الماي اللي عنده. المفروض انه تكون هناك هاي القضايا المفروض من اول، بس هسه احنا حاليا نحكي هسه عندنا مصيبه. يا دائره الصحه عليها انه تلتفت وتتابع الموضوع بشكل اكثر صدق واكثر يعني اكثر جديه. احنا معنا سيد زياد طارق مدير الصحه العامه في البصره، وحتى يحكي لنا اخر التفاصيل اللي صايره في البصره، لان الناس ايضا عد اكو هناك ضغط شعبي من قبل اهل البصره لمعرفه الحقيقه انه شنو اللي جاي يصير بالناس. مرحبا سيد زياد، ونشكر انضمامك لاهل المدينه. والحقيقه احنا من البارحه نحكي بالموضوع، ويمكن الاخبار ايضا كانت تتكلم من يوم الاربعاء بالقضيه، والقضيه صارت كبيره، واهالي البصره حاليا يطالبون باعلان البصره منكوبه خدميا. حتى خلينا نحكي هسه بما يخصكم سبب الحالات المتزايده التي دخلت الى المستشفى اللي عندها اسهال ومغص وكذا، هل فعلا بسبب الماء او تلوث المياه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، احنا من اول يوم بدات الحالات تزداد تقريبا الاربعاء والخميس. نعم، بدات الحالات نشوف لها نسب تزايد عن ما هو موجود قبل اسبوع. يعني احنا تعرف مقارنتنا بالاسبوع الماضي، بعدين نقارن بنفس السنه العام هل هو اكو تزايد. احنا من قارنا بنفس السنه العام لقينا اكو نسبه زياده. نعم، ولو طفيفه، ولكن اللي صار انه خلال يومين من يصير عندنا حالات زياده بالاسهال، طبعا نشك انه نبدي نبحث عن السبب. فكل الحالات اخذناها، يعني ردنا نعرف نسموها تحليل احصائي وتحليل وبائي. طيب، حتى نعرف مسببات المرض. طبعا احنا كل الحالات كانت هي الحمد لله الام بسيطه، يجي لنا مغص او كانت يجي مغص بدون اسهال. الاسهال يعني صار بي قبل يومين مثلا، او العفو قبل ساعه ساعتين، طالعه بطنه مره مرتين وبعدين يجي مغص للمستشفى، لذلك ما نقدر ناخذ من عندهم سامبولات اكو، يعني نماذج خروج ما نقدر ناخذ. طيب، وبالتالي مجرد ما نعرف التاريخ المرضي له، نعرف بيتهم، ظلينا نراد يعني نتبع الحاله. نعم، الى منزل الشخص. ناخذ المنزل، ناخذ الفحص من التانكي مال الماي مالته، ناخذ الفحص من تانكي المنطقه اللي يزودهم، يعني خزان الماء القريب له اللي هو اخذ منه. صح، السياره الحوضيه اللي نقلت له، من السيارة الحوضية اللي نقلت الماء هدورة ناخذ إلى الماء محطة الماء الار او اللي زودته. طيب، فإحنا أخذنا كل احتمالاتنا بصراحة لمسببات المرض. شفنا أول عدة مسببات إلى، يعني من نسبة التحليل الوبائي ما انطانا فد انديكيتر معين، بس الحمد لله هي الحالات كلها بسيطة، خرجت متحسنة، وبالتالي اتجهنا إلى اتجاه آخر، إلى هي توعية الناس. لأن إحنا من نصير حالة وباء في مكان معين، العفو، يعني مثلا خلينا نقول في منطقه معينه، احنا نعرف انه سببه هاي المنطقه اكو بها فشي، لكن لما يصيب البصره كلها شنو العامل المشترك اللي البصره كلها مشتركه به؟ فقط هو الماء. يعني انا من مثلا لو مكان معين في مطعم معين سوى هذا الالتهاب عندي الحاله، طيب، نقول هذول كلهم اكلوا من هذا المطعم وصار عندهم هذا الالتهاب، اذا سبب هذا المطعم. ولكن من تصير المنطقه واسعه بها اصابات، هاي نعزوها الى اكثر احتماليه هو الماء. انا هسه ما نقول بس لحد الان اكثر احتماليه. طيب، بس لحد الان انت تقول الماء ما شفنا به فد شيء، ما انطانا مؤشر انه هناك. مو احنا لا تنسين، احنا هذا ماء الار او ماء احنا البصره
عندنا عندنا خاصيه ثانيه. نعم. احنا ماء اللي نستعمله الماء الحنفيه البايب ووتر هذا هذا ما نشرب من عنده، البصره كلها ما تشرب منه أكيد. لانه ملوحه عاليه جدا. صح. نستعمله فقط بالغسل وغسل الاواني وغسل الخضار. طيب. فهم احنا يعني كان ببالنا انه من غسل الخضار والاواني تعترين قاعد تغسليها بماء مالح ماء 90% يعني في فشل كيميائي واكثر من 40% تقريبا فشل بكتيري قاعد يطلع نتيجه تشقق الشبكات نتيجه تدرين يعني احنا احنا هاي مو جديده علينا انه البصره معها غير صالح للاستهلاك يعني هذا مو 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 جديده علينا وعليكم هذا الموضوع. طيب. نعم. فبالتالي الماء الار او الشرب لا طلع اغلبها يعني مجرد محطتين اعتقد او ثلاثه بالحقيقه سديناهم كان بهم تلوث. طيب. وبعض التانكر كان به تلوث واكو بالبيت اكو يعني بالبيت بتانكي البيت لان تدرين هو البيت يترس من تانكي هم من ماء حلو ار او فلقينا تلوث هذا بالنسبه للماء بس من ينتشر هيك كميه لا يعني نقول احتمال ماء الاساله هو المسبب للقصه لانه من يغسل الاواني راح يعني ماء تعرفين ولو راح يعني الملعقه من ياكل بيها كذا وبالتالي احنا اهم شيء اخذنا جانبنا جانب الصحه طبعا. اهم شيء الجانب العلاجي بالنسبه للمرضى اللي هم يجون يدخلون للمستشفى مجرد ياخذون علاجات بسيطه ويطلعون يعني مغذي وبعض المهدئات بسكوبان وغيرها ويطلع متحسن الحمد لله والشكر. طيب. طيب. والجانب الاخر اللي هو جانب الرقابي طبعاً على كل محطاتنا واهم شيء اتجهنا للتوعوي اللي هو هسه اليوم الحمد لله والشكر قله الحالات قله الحالات اللي هو المسبب راح او انه العالم بدات توعى انه تستخدم الاساليب اللي احنا وصيناهم اللي هي الحبوب اللي هي المعقمه وغلي الماء مو صحيح؟ غلي الماء اي غلي الماء مو بس للشرب بس احنا قاعد نحكي مو على مود الشرب، الشرب يا اما من قناني المعقمه بالاوزون يا اما بالماء الار او اللي هو من التانكي بس يحطوا له حبوب المعقمه واحنا ماشيين بتوزيع الحبوب من دار الى دار اصلا بالمناطق اللي تحت الخطره تمام حلو مراكزنا الصحيه ومراكزنا الصحيه كلها بيها هاي الحبوب التعقيم تمام ومجانا التنظيف تمام تمام وغلي الماء وعدم المواطن طيب اي وعدم حتى الاواني غسلها غسل الخضار يتم بهذا الماء اللي هو يا اما مغلي يا اما ماء حاطين به حبوب هي الخضار. المشكله من تقول لهم انت غسلوا بالماء يعني الناس راح تشتري هي الناس جاي تشتري يا دوب تقدر تشتري يمكن للشرب وبعض الاستخدامات يعني صعبه احنا نجبر الناس يعني هاي على قدر امكانياتها صعب انه واحد يقول واحنا عندنا البصره ويشترون ماء يعني والله هي صعبه هاي مشكله ايضا نعم بعد احنا اللي علينا الصحه من جانبنا طيب. احنا قاعدين نوزع الحبوب مجانا من دار الى دار قاعد تطلع المناطق خطر طيب. وعندنا المراكز الصحيه خلي اي مواطن يروح المركز الصحي يقول له اريد حبوب وينطي طيب ما عندنا بالنسبه بعد. للعلاجات حتى اذا يعني ممكن نوصلها لوزاره الصحه العلاجات هل تكفي لانه صارت لا اعداد كبيره عندكم شحه احنا متوفره لا متوفره احنا يعني الحمد طيب. لله المحاليل المغذيات متوفره بمراكز العفو بالمستشفيات تمام وهاي المهدئات هم موجوده بشكل عام مسيطرين على الوضع حتى ننهي يعني القضيه مسيطرين من ناحيه من ناحيه المستشفيات مسيطرين من ناحيه المراجعين ايضا اليوم قلت الاعداد مثل ما قلت لك بس احنا اهم شيء الجانب التوعوي من خلالكم ومن خلال القنوات الاعلاميه ومشكوره مهم. طبعا هاليومين هذه غطت كل القنوات هذا واجب هذا واجب هذا واجب بس لكن احنا نتمنى ان يكون هناك يعني يا ريت يكون هناك بحث حقيقي احنا نشكرك سيد زياد طارق مدير صحه البصره ونتمنى انه يكون يعني قضيه كلش مهمه هي نريد يكون هناك تحقيق عاجل بالموضوع اذا كان هناك متورطين لانه البلد كل شيء يصير به نتمنى انه يكون هناك تحقيق ومعرفة ملابسات الموضوع وإذا كان تلوث طبيعي أما أيضا حتى ما نطيح بالخطأ مرة أخرى أرجو أنه يعني المضخات اللي جاي تنطي مياه للناس سواء الإسالة أو غيرها أو آر أو يتم مراقبتها بشكل دقيق ما نريد ترجع مرة أخرى الحالة هسة أو بعدين والسلامة للجميع ورح نبقى أكيد متابعين هذه القضية المهمة أكيد نروح لموضوع آخر واللي هو هذا الموضوع منذ بداية شهر السابع الماضي ولحد هذه اللحظة نحكي به والناس تحكي به وكل الدنيا صارت تحكي به أما أن كل الحكومات المحلية والمركزية غافلة وما مهتمة للموضوع نهائيا اليوم في كربلاء المقدسة طلعت مجموعة من الأهالي
من الظاهرين محتجين على وضع الخدمات المتردي، وصلوا إلى ساحة التربية أمام مبنى التربية اللي هو وسط المدينة وبالقرب من مركز الإمام الحسين عليه السلام، لكن أنه أيضا بعض الجهات الأمنية اللي موجودة في المنطقة قامت بقطع طرق حتى أنه ما يوصلون بقية المتظاهرين ويتجمهرون في الساحة، حتى أنه لا يحتجون ولا يوصلون صوتهم للجهات المعنية، وحتى إذا وصل صوتهم للجهات المعنية فأكيد أنه راح يفرقوهم بالقوة، وخراطيم المياه وغيرها من الأساليب القمع اللي موجودة عند الحكومة المحلية وأيضا عند الحكومة المركزية. جماعة بغداد أيضا هم الظاهرة وتظاهراتهم كبيرة في ساحة التحرير، وهم راحت جهة أمنية أو قوة أمنية راحت وقطعت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير حتى أنه ما يوصلون بقية المتظاهرين إلى ساحة التحرير. وبالنجف كذلك تحت جسر ثورة العشرين قطعوا الطرق وما خلوا الناس توصل للساحة اللي هي تحت الجسر حتى أنه يظهرون ويوصلون صوتهم إلى الجهات المعنية. طيب لا الحكومة المحلية تسمع أصوات المتظاهرين ولا أنه تقولهم شنو مطالبكم، ولا الحكومة المركزية نفسها اللي هي مسؤولة على كل هذه الحكومات المحلية أنه تقولهم يا بخلي يظهرون وهذا التظاهر حق كفالة الدستور، وما دام أنه تظاهر سلمية وما دام نشوف منهم أي أعمال شغل من المتظاهرين وما دام يأذون الممتلكات العامة وما دام يأذون الناس اللي موجودين ولا يأذون الجهات الأمنية، خلي يظهرون خلاص ما دام أنه إحنا ما نسمع لهم، خلي شي يسوون خلي يسوون، بس خلي يظهرون خلي يوصلون صوتهم. زين الى متى؟ يعني ما معقوله انه هذه الجهات الخارجيه اللي اذا تحكم بالعراق ما تقدر تتدخل وتحل لنا موضوع الخلاف والنزاع ما بين المتظاهرين وما بين انه الحكومه المركزيه، خلاص خلي الناس تتدخل بيه، خلي نجيب ناس جاويد من برا ويقعدون بيناتكم ويصالحوهم، الناس ما جايه متعافيه، الناس ما جايه تدور فلل ولا جايه تدور رواتب وهي قاعده بالبيت، لا الناس تقول لك انه انا حاصل على شهاده بكالوريوس وعندي، والاخر يقول لك عندي ماجستير، والاخر يقول لك عندي دكتوراه، عينونا حسب اختصاصاتنا خلينا نخدم بلدنا، ولو انتم ما تريدون الناس مثقفه وناس واعيه، تريدون الناس انتم تجيبوهم وانتم تزكوهم وتفرضوهم على الوزارات بكيفكم. الاخرين انه الناس العاطله عن العمل واللي ما عندهم شهادات يقول لك احنا نريد اي 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 شغل انه حتى بس نقدر نعيش اهالينا ونعيش ابنائنا، الناس البقيه اللي صار لها اشهر تتظاهر من اجل انه توفير الماء والكهرباء وبقيه الخدمات لكل المدن العراقيه، زين ليش ما حد يسمعها؟ ما اعتقد انه المطالب تعجيزيه، وما اعتقد انه احنا ما عندنا فلوس، ميزانيه العراق ترى رقم كبير انه الدول العربيه المجاوره تتمنى تكون عندها مثل هاي الميزانيه، احنا نصدر نفط باليوم ما اعرف كم مليون برميل، زين هذه فلوسها وين تروح؟ ما يعني ما خلص انه الحكومه والمسؤولين ما شبعتوا من الفلوس والحصص والعقود والصفقات واللي تسوونه تخلونا ببنوك خارجيه بدول الجوار ما كفتكم انه تريدون بعد؟ خلاص هذا المتبقي اللي هو ما بقى لميزانيه هذه السنه انه سوى أربعة اشهر، فلوس هاي الاربع اشهر انطوها واصرفوها على الناس اللي طالب بالخدمات، وفروا المي، البصره وضعها ماساه وصار لها اشهر وبدينا نشوف هذه الحالات اللي صار لنا يومين نسولف بيها، ناصريه كذلك، نجف كذلك، كربلاء كذلك، حتى شحة المياه وصلت للموصل، زين ليش وقت انه انتم عاجزين عن حل ازمة المياه اللي موجودة واللي صار لنا سنين نعاني من عندها، زين ايش وقت تقدرون تخلصونا من ازمة الكهرباء اللي ما شايفيها من 2003 ولحد الان، قبل انه كنا بزمن حصار ويمكن الناس الكل راح يقول انه قبل ترى هم كانت تنقطع الكهرباء، اي تنقطع بس كان انه اكو جدول منظم، هسه ماكو جدول. هسه كل من اله ابو المولد ما يشغل، ناس تنطي تيار كهرباء وطني للجهات وجهات ما تنطيها، وهذا الموضوع اللي عجزنا عنه وصار لنا اكثر من 15 سنه انه نحكي به ونسولف به، ما جانا مسؤول بحظ وبراسه خير انه يقدر يقود وزاره الكهرباء. الموارد المائيه كذلك وبقيه الوزارات كذلك، زين الى متى انه تبقى الناس تتظاهر واكو قمع من قبل الحكومه؟ انه رسالتنا للجيش اكثر من مره وجهناها، يا معودين انتم صح جهه امنيه وصح انه مامورين من قبل قاده اكبر من عندكم، بس خلي يكون تعاملكم لطيف وجيد مع المتظاهرين وخلي يوصلون، المتظاهرين ما راح ياذوكم، هم اخوتكم ومنكم وبيكم، ومثل ما انه هو دا يتظاهر حتى يريد مي وكهرباء، ترى المي والكهرباء راح يوصل انت لبيتك يا جندي يا ضابط يا مراتب، انه كلها راح توصل لبيتكم اذا توفرت، خلي نطلع خلي نبقى مستمرين. وفعلا انه شعارات اليوم اللي رفعت في النجف الاشرف تقول احنا مستمرين حتى التغيير، ان شاء الله التغيير قادم، بس ولا انه ما اعتقد انه التغيير راح يكون ما دام انه نفس الوجوه القديمه اللي كانت تحكمنا سابقا انه راح ترجع، وايضا راح ترجعنا نقطه الصفر ونقطه البدايه منذ عام 2003 لحد الان، نتمنى يكون اكو حلول جذريه لكل المشاكل ولكل المعاناه اللي يعاني منها المواطن بسبب اهمال الحكومات المحليه وعلى راسهم الحكومه المركزيه المتمثله برئاسه الوزراء. لا تقلق ست ألفوا وتحالفوا وحبوا بعض قبل الانتخابات، واحد يحكي على الثاني، وهسه راح يكونون المكون الاكبر، وبالتالي بس على الله تكمل هالحكومه هاي، لانه فعلا من ايام الانتخابات وبعدها موضوع العدو الفرز ملينا
يعني الناس هم تقول لك يا على الاقل انه اسمها حكومه احسن مما موضوع هسه حاليا. يعني من نحش مع وزاره تقول لك انا خطار هاي الوزاره ما حد يقدر يحكي وياي، وهذا زايد من عندي جاي اسويها، انا جاي عد ايام الاخيره فلا حد يحكي وياي، وهكذا قاعد تمشي الوزارات الثانيه. فاحنا نتمنى انه تآلفوا بس من صدق، تآلفوا على حب الوطن، تآلفوا على خدمه الشعب، مو تآلفوا على غير سوالف، يعني مو تتآلفون حتى تسرقون، لا. نتمنى انه بلكت الله هسه ضميركم حسيتوا او شبعتوا، يعني عسى ولعل انه الانسان ولو الانسان ما يشبع طماع، بس عسى ولعل نقول يا الله بلكت الله. وانا اتمنى من الحجاج يندعون قد ما بيهم يندعون، خلي تكون يعني ليكون يعني حقهم انه واحد يندعي لنفسه والغيره، لكن عافيه وحد الدعاء من اجل انه يجونا ناس فعلا ينتمون لهذا الوطن، يحبون هذا الوطن، مخلصين لهذا الوطن. ما يخالف قشمرونا قبل الانتخابات واحد يحكي على الثاني وبعدين نتالفه، وهاي هم نمشيها نقول عسى ولعلي انه هي نفس الوجوه رجعت، يبدو انه ما راح تفارقنا، راح تبقى مقابلتنا ونبقى على نفس الاسطوانه. طيب نروح الى موضوع اخر، بنروح الى الموصل، وحقيقه يعني وصلت مناشرات كثيره من منطقه باب لقش، وهناك الناس لحد الان منذ التحرير او منذ سقوط المدينه هي مقطوع عليها الماي ولحد الان، فيقول لك انا معاقبين احنا يضطرون يترسون. يعني هي الظاهر المشكله اللي راح تصير انه الناس احنا يعني رغم وجود دجله والفرات اللي راح ينشفون ورغم تلوثهم والناس حازتنا عليهم، لكن احنا نشتري مياه، احنا نترس مياه، كنا بزمن الحصار ننتظر المطر ينزل ونلم، يعني صارت فتره من الفترات ونلم هذا الماي اللي هو ماي طبعا كان ينزل لونه اسود، بس نضطر ونصفيه ونغلي، يمكن احنا نرجع على هاي العصور. للأسف الناس تترس ويعني المياه وتشتريها، فيطالبون بكل خجل يعني، وهي حقوقهم أن يتم إعادة مياه الإسالة لهم مثل ما كانوا عايشين. نشوف معاناتهم، نتمنى الجهات المعنية متابعة القضية. بداية نحب نقول احنا هاي منطقة باب لقش اللي تحتوي على 150 عائلة تقريبا إذا ما أكثر، والناس بدت بالعودة إلى المناطق، لكن نفتقر إلى الماء، والحكومة ما توفر أي ماء، يعني الإسالة لسه ما جانا الماء. احنا في منطقة باب لقش نعتب عتبنا على المحافظ لفندي ومجلس المحافظة ملتهين بالبوق والنهيبة وما مقدمين أي خدمات، لا تنظيفات ولا إسالة ماء ولا كهرباء، والحكومة الاتحادية نفس الشيء نفس الشيء، كلهم حرامية وملتهين بالصراعات والبوق. عدة مرات راجعنا يابا تعالوا اعملوا الماء اعملوا، قالوا نحن مد البويري بس ما لنا علاقه، منظمات هي تيجي تعمل، الا كان الحكومه ويصب صارت اذا المنظمات ما يخالف. منطقه عمو البقال نبي جرجيس. بالنسبه للمياه الاساله اجتنا عن طريق شبكات المياه، فاللي نرجوه من قناتكم الموقره الناس الخيرين والحكومة مالتنا أن تقدم المساعدة إلى المنطقة القديمة بقدر ما تستطيع بإمكانه. إحنا بالنسبة لخزانات المياه اللي جتنا كافية هسه على المنطقة، فعندنا مناطق بالفروع وغير الفروع الناس عاد ترجع، نريد نقدم له الأكثر وأكثر. كل الموضوع صعب، شلون قبل كانت تجي لهم مياه الاساله؟ اذا كان هناك مشكله بالانابيب الرئيسيه الفرعيه واحد يقدر يعني يطلع الدائره، رجعت الحياه الى الموصل، فبالتالي لازم ترجع الى كل المناطق، مو مناطق ومناطق، هناك اهمال او هناك يعني تسليط ضوء على بعض الامور من مجلس المحافظه طبعا، واحنا جايين نشوف انه محاوله دعايه لبعض الاماكن لبعض الاشياء، فيلا اكسب بيهم هم اجر وثواب، وهم طلع اعلان دعايه مجلس المحافظه والمحافظ طبعا على راسه المحافظ.
ناس يعني هسه صيف ومحتاجين للمياه، فبالتالي نتمنى نناشد الحكومة المحلية في الموصل متابعة القضية ودائرة الماء أيضا لغرض إيصال وحل قضية المياه في منطقة باب لقش. أتمنى أن يكون هناك طبعا مثل ما قلت متابعة، وأكيد عندنا مواضيع تخص طبعا مواضيع المياه، حيل موضوع صار أحسه ممل، يعني واحد من يسمعنا برا يقول عندهم دجلة والفرات وهم عطشانين، صعبة أحسها. زين صدق شو أخبار سد الموصل اللي ذيك الفترة إنه خبصونا فيه إذا انهار راح يفيض العراق والعراق كله راح يغرق واحتمال حتى محافظات جنوبية تغرق، ففتحوا لنا شوية من سد الموصل خلي نترس الأنهر اللي عندنا والبحيرات وبعدين إنه تقدرون إنه تسدونه مرة ثانية. ما أعتقد إن الموضوع صعب، لكن إنه ما عندنا عقلية جيدة لإدارة هذه الوزارة وتخلص المواطنين العراقيين من هذه الأزمة والحرب اللي صار لها سنوات عديدة إنه نحارب، لكن للأسف إنه إحنا بس الضحية، أما الحكومة كلها إنه مرتاحين وعندهم منازل خارج العراق فما يحتاجون للماء ولا يحتاجون الكهرباء أصلاً. نروح لموضوع آخر ونروح لوزارة الصحة ومستشفى الفيحاء اللي هي بالبصرة. هاي المستشفى إنه الناس اللي تروح لها أي مواطن من يروح للمستشفى هو مريض وعليل وتعبان وبس يريد إنه يأخذ علاج حتى إنه يرتاح، يروح للمستشفى. المفروض يكون قطع التذاكر اللي هو الباص داخل المستشفى، مو انه مخلينا بكارفان خارج المستشفى والطوابير حسب ما وصلنا بالمسج يقول لك اكثر من 50 متر. زين دول ناس كبار ومرضى واطفال ونساء وحتى الشاب المريض، ترى الشاب المريض يعني مو خلاص انه لانه شاب لازم يتحمل، لا ترى في المرض انه خلاص ينتهي ما عنده القدره والقابليه انه يوقف تحت اشعه الشمس، مخلينا برا. بعدها انه من يوصل للسرى بعد معاناه والم وضيم يوصل للسرى يقطع تذاكر يدخل جوه، اولا هذا بالشكل المباشر انه ما راح يلقى العلاج، انه العلاج ما متوفر، يمكن ينطونه مغذي ينطونه كذا ويطلع، وما انه احنا نشهد ازمه صحيه في البصره ودخول اعداد كثيره لمستشفيات البصره. الشيء الثاني انه يقول لك اللي السيستر او الممرض اللي موجود انه من يعالج بايده وايده الثانيه يكتب بالواتساب. المفروض انه انتم ملائكه الرحمه، المفروض انه تكون اكو اخلاق يعني جميله وايجابيه بالمعامله مع المواطنين الاخرين اللي موجودين في هذه المستشفى. دول الناس ترى عراقيين منك وبيك، ما اجوك من خارج العراق حتى انه تتعاملهم بهذه الطريقه، وان اجوك من خارج العراق فهم ضيوف، لازم انه نحسن بمعاملتهم ونحسن باستقبالهم. موضوع وزاره الصحه اللي هو ما اعرف ليش وقت ينتهي، يمكن انه بسبب الرايه اللي انطوها للوزاره خلص انه بعد صارت محصنه وما حد انه يقدر يحكي وياها، لا انه لازم انه اكو ناس تحكي وياها، لازم نفسهم اللي انطوها الرايه لازم يقولها تعالي انت عندك اخطاء فعلا، انه الفتره الماضيه قدمت شيء للجيش والحشد اوكي هذا واجبك، لكن انه انت هسه ما المفروض انه تبقين متشلبه بالامجاد الماضيه، انت تعالي اشتغلي تعالي كوني مشرفه، لا انه كل ما نحكي مع وزاره الصحه يقول لك والله هذه المستشفيات مسؤوليه مجالس المحافظات، لجان الصحة والبيئة اللي موجودة بمجالس المحافظات هم لازم يتابعون. زين وزارة الصحة لمن وجدت؟ إذا إحنا كل شيء نطيل المجالس المحافظة، التربية تنطي مهامها لمجالس المحافظة، وزارة الصحة تنطي مهامها لمجالس المحافظة، مجالس المحافظة يا وينها؟ شنو اللي مسويه؟ هاي كل أسبوع يعقدوا لهم جلسة واحدة وبالتالي إنه يقضوها في بقية البلدان، يعني مو وضعية أصلاً، حتى عيب، الناس بالبصرة تعبت وتأذت وانهارت. يعني حتى مدير الصحه شو يريد يسوي اذا هو وزاره الصحه هاملته ما تقدر توفر له كل العلاجات المطلوبه، لا تقدر انه تقدم له دعم من اجل اعاده اعمار وتاهيل المستشفيات اللي موجوده واللي اغلبها مبنيه بسبعينات القرن الماضي. زين ليش وقت انه انتم تبقون عاجزين عن تقديم الخدمات؟ اضافه لهذا انه ترى منظر الكرفان اللي مخلينا في ساحه المستشفى ويقطعون تذاكر من عنده، لا المفروض يكون جوا ويكون في صاله مكيفه حتى انه الناس المرضى انه على الاقل يرتاحون، يقعدون اكو كراسي يقعدون عليه يستراحون، مو انهم موقفيهم فوق ضيمهم فوق مرضهم فوق الالم اللي يداعون من عنده بسبب المرض، انه يجي لازم يوقف لساعه او اكثر حتى نحصل على الباص، ويمكن ابو الباص هو مدنق ومشغول ينطي الباص وياخذ من عنده 3000، هاي ال 3000 اذا نجي نحسبها كم مريض يدخل للمستشفى الواحده بالعراق؟ فلوسها وين تروح ما ادري، اكيد انه عادتها ترجع المدير دائره صحه البصره او لاي محافظه اخرى، والدائره ما اعرف وين يودوها، ما يتقسم بيناتهم يا ما يدزوها للوزاره كهديه انه ترى احنا قدمنا انجاز وبالمقابل انه هذا هديتكم. ما اعرف انه شو وقت تخلص، وان شاء الله انه يكون بالايام القادمه اكو تغيير وجذري مو ترقيع، هاي مو هذه الحلول الترقيعيه اللي دائما ما نشوفها من قبل الوزارات ومن قبل بعض الدوائر. نتمنى انه الدوره او الكابينه الوزاريه القادمه تكون جيده وتكون كفاءات عاليه وتكون ناس حريصه على ارواح المواطنين العراقيين حتى انه ما نمر ب مثل ما مرينا بالسنوات الماضيه، وخاصه
هذه الكابينة الوزارية الأخيرة أسوأ كابينة وزارية مرت بتاريخ العراق منذ 2003 ولحد هذه اللحظة، ونتمنى أن الرسالة توصل لوزارة الصحة وتكون بواجبها وتروح وتشرف بشكل مباشر على بقية دوائر الصحة الموجودة في كل المحافظات العراقية، حتى لا تقول والله إحنا ما نوصل، لأنه كل ما تحكي يقول لك والله ما ندري، لازم نتأكد من هذا الموضوع صاير أو لا، ويا ريت أنه توصل المناشدة مرة ثانية. طيب بما أن قاعد نحكي عن وزارة الصحة، ورسالة مهمة إلى مستشفى اليرموك، نتمنى أنه يكون المواجهة والرد عبر البرنامج الفيسبوك لكم، هذا أنتم نقعوا هذا الحكي اللي حكيته وشربوا ماء، إحنا اللي يريد يرد يواجهنا وجها لوجه. هاي رسالة إلى مستشفى اليرموك اللي ما تقدر تواجه الإعلام، هذا دليل خوف ودليل انسحاب ودليل ضعف. طيب نروح إلى وزارة التربية، وحقيقة بما نحن عطلة وعلى نهاية العطلة راح تبدي المدارس وراح تبدي المشاكل، راح نشوف هناك شكوى وصلت لنا من أهالي الديوانية بخصوص المدارس الأبنية المدرسية اللي هي المفروض جاهزة، اللي هسه حاليا هي مكان للفساد ومكان لرع المواشي. نشوف الموضوع وبعدها نعوده. تربية الديوانية ومنذ سنوات تعاني من نقص في عدد المدارس لديها، ولسد ذلك النقص حصلت الديوانية على عدد من المدارس من بعض الدول كمنح وأخرى من وزارة التربية لتبنى بعضها بما يعرف بالمدارس الحديدية، وبعد تنفيذها بقيت دون إكمال لتتحول إلى أماكن لسكن الحيوانات وممارسة الأعمال المشبوهة من قبل بعض الشباب كما بينه بعض الأهالي. من زمان صار لها تقريبا فوق السنتين ثلاثة، بس لا فائدة ولا زايدة، الله من بدالك. هسه صارت تجمع مال شباب، وين العدة مكرم سامع قطية مال عرق يشربها، وين العدة حباية، أو صايرة مجمع هنا وتذينا من وراها حيل تذينا. إيش قد بالبداية كيفنا بيها وقلنا هاي مدرسة وتفيدنا وتجهالنا زين وراح تحيي المنطقة، بس هسه لو يجون يفتحونها وياخذون أحسن لنا، الله وكيلك. احنا هسه نخاف تصير جريمة بيها عم وننتهم، خاف تصير بيها جريمة وننتهم من ما وراها. وزير التربية وينه؟ الحكومة وينها؟ ليش هيك؟ ليش؟ مدرسة هاي المفروض هاي تخدم المنطقة، ظالة بس المكرم السامع للعدة حباية وللعدة قطية مال عرق، ليش؟ ما تصير بها أعمال مشبوهة؟ أعمال مشبوهة أخويا وناس يعني الله الله وكيلك، شكول شكول قاعد تجي بيها زين وملينا وقاعد يصعدون فوقها يعني حتى وصلت مرحلة يباعون الأعراض الناس زين؟ ملينا يعني حيل ملينا يشهد الله. طيب الغراض بيها وين راحت؟ راحت العالم قاعد تجي تاخذ، لا حارس بيها لا خلوا لهم واحد بيها، المدرسه سياج ما بيها مفتوحه، جاي ياهل يجي ياخذ له حاجه، يحتاج لبوري يجي ياخذ بوري، يحتاج لشباك يجي ياخذ لشباك زين. احنا هي هاي المرجيه من الحكومه كيفنا وقلنا مدرسه وراحت في جهاننا، هي هاي تاليتها عمي والله العظيم، خلي يجون يفتحونها وياخذونها، خلي يجون يفتحونها ياخذونها، خل هم يبيعونها احسن من ما العالم الله وكيلك كل اللي يجي محتاج له شغله يجي ياخذها، خل ياخذوها ملينا. هاي المدارس بيها ثلاث دوامات، ليش ثلاث دوامات واربع ولدنا كبار، ليش وقت يعني نبقى؟ والاساسه ما يقدر اخلي اختي تداوم، تروح تداوم والله اخاف عليها، اخاف عليها من هاي الشباب يعني، انا نفسيتي اخاف والله يعني بالثالث توصل ثالث توصل شين دوام مختلط يعني، يطبون ولدي يطلعون بنات، طب بنات يطلعون ولد، ليش وقت هاي نبقى هيك شيء؟ والحسين قمنا نخاف من جهالنا من يطلعون يعني، ليش وقت نبقى هيك شيء يعني؟ غير اللي عنده ولد عنده ذن السوالف في جيبه لا يعني، وغراضه كلها نباغ، التانكي راح، الكاشي راح، سيراميك راح، ليش هيك؟ ليش حرامات؟ وين بيتكم انت؟ احنا بيتنا ذاك. زين هاي المدرسه تداوم بيها انت؟ ايه. شلون دوامكم؟ دوامنا الصبح 6 والعصر 5، العصر عم حتى نروح لهناك حتى روسنا تاخذ والله العظيم، عم نروح لهناك همات 65 طالب بالصف، 65 طالب بالصف. إيه هاي المدرسة تاركين هيك، إيش ما يسوون بيها؟ بس هنا تجي العالم تشرب بيها وتكفر هنا ويصدوا له فوق، يتباعون لبيوتنا، العالم مو تغسل بطار مع العصور، يتباعون فوق لبيوتنا. زين تفتهمون انتوا ايش قد عددكم بالشعبة؟ احنا 65. 65؟ ايه. شلون تفتهمون؟ كل شيء ما نفتهم، يعني يطب لنا المدرس صياح، هذاك صيح، هذا صيح، نفتح الكتب يعوفنا ويشرد. ايه. هاي صار ايش قد المدرسه هنا على اساس يفتحوها لكم؟ صارها من زمان هنا، صارها بالست سنين. يعني تاركين هنا العالم تصعد لفوق يتباعونها، قضاها كيلها فوق.
عم لا سيراميك ما شلعوا، كله شلعوا لا صفير، عم هاي من بنوها جديدة هاي كله شلعوا. حتى بالشتاء الشفر مالته وهاي الولد عقل طلع على الولد رجع الصفر. شلون؟ بالشتاء باقوا الصفر والوايرات يردون يبيعوها وهالفلا على هذا الولد رجع الصفر مالته، اجى هذا الولد رجع الصفر بعد باقوا الصفر والوايرات يردون يبيعوه، لقاهم هذا الولد وذاك الولد ذولاك اهله لقاهم من يردون يبقون بسطوهم طردوهم والله يردون يبقون الصفر. وبعد يجي كب سنة والسرسلية هنا يقعدون برمضان حشاك صعدوا فوق يباعون البيت العالم وين ما كان تجي لها سرسلية. مدير تربية الديوانية لم ينكر وجود شبهات فساد في بناء المدارس الحديدية التي أشرفت عليها وزارة التربية، مبينا أنهم خاطبوا وزارة التربية من أجل إكمالها لسد النقص الحاصل في عدد المدارس لديهم، إلا أن الحالة لم يتغير. حقيقة موضوع المدارس الحديدية هو مشروع وزاري منذ عام 2008، المشروع يعني كان يتضمن تنفيذ ويعني تعاقد الوزارة مع شركة إيرانية بذاك الوقت في وقت السيد الوزير خضير الخزاعي، كان هذا المشروع كان مدة تنفيذه كان مفروض سنتين، لحد الآن ما كملت هذه المدارس، يعني التخصيصات المالية لها مصروفة، حثت أكثر من لجنة تحقيقية داخل الوزارة بهذا الموضوع بالوزارات المتعاقبة، أكو لجنة تحقيقية برئاسة الوزراء بهذا الموضوع، ولحد الآن حقيقة احنا كمحافظة ديوانية عندنا 8 مدارس من هذه المدارس اللي هي عددها بعموم العراق 200 مدرسة. احنا كجهة مستفيدة من هذا الموضوع عندنا اعتراض على الجانب الفني للمدارس إضافة إلى الموضوع التأخير، يعني لو كان حتى لو نفذت هذه المدارس بالتصميم اللي خليته الشركة ما مناسب لا لوضعنا ولا طبيعة طلبتنا، لأنه المدارس هي بشكل عمودي ما تنفع حتى مدارس يعني ابتدائي ما تنفع تماما ومدارس ثانوية أيضا ما تنفع، لأنه احنا حقيقة عندنا مساحات واسعة مخصصة للبنية المدرسية وما نحتاج البناء العمودي هو بناء الهياكل الحديدية. عند إعدادنا للتقرير ظننا أننا سنواجه صعوبة في الدخول لتلك المدارس ومنعنا من قبل حراسها، إلا أننا وحين وصولنا لم نجد من يقوم بحراستها، الأمر الذي جعلها عرضة للنهب بحسب ما بينه الساكنين بالقرب منها. الدول المانحة لربما كانت أكثر حرصا على طلبة المدارس في محافظة الديوانية من خلال إهدائهم هذه المدارس الحديدية من أجل فض الزخم الحاصل في عددهم في الأبنية المدرسية في الديوانية، إلا أن ما حصل كان يسير عكس اتجاه الريح. أما طلبة المدارس الذين كانوا يمنون أنفسهم من الجلوس على مقاعد دراسية نظيفة وبنايات حديثة فقد ذهبت أمنياتهم إدراج الريح بسبب فساد حكومي بحسب ما صرح به معنيين، لتتحول هذه البناية الحديثة إلى مكب للنفايات ومكانا لتجمع الحيوانات. لبرنامج أهل المدينة من الديوانية علي قحطان، قناة الشرقية. يعني احنا راح نحكي بهاي الايام الاخيره من العطله على هاي المواضيع حتى نذكر التربيه، ولو هسه حاليا التربيه ما عندها ناطق اعلامي حتى هم واحد يتواصل وياه، نتمنى من وزاره التربيه تعيين واحد كفوء مهني يحب مهنته حريص على مهنته ويتواصل مع الاعلام وعنده قلب كبير يتحمل ما احنا يعني نطرحه من قضايا تهم الوزاره. القضيه مو قضيه تشهير هسه حاليا، وانما هي القضيه قضيه حتى يتم معالجتها باقرب وقت قبل ما تبدي المدارس. هم ايضا تحيه لوزاره التربيه ونتمنى تتابع ويانا حتى نخلص قبل ما يبدي العام الدراسي الجديد ويخلص على خير. احنا يعني هذا كل ما كان عندنا اليوم في المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام. في امان الله. اذا وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء.